القومية التركمانية لم يسلم من قتل واغتصاب واختطاف وأيضا مقابر الجماعية للقومية التركمانية. نسمع فقط من جهات يدعى إنها جهات أمنية يقول لنا نحن حررنا 10 امرأة كانوا مختطفات في موصل في زنجلي بالأخص وسلموا إلى جهة معينة، ولكن حين نسأل عنهم أي جهة معينة هم لا يقولوا لنا، لأن العوائل بصورة عامة يشعرون بأن هذا عار دخل على مجتمعنا التركماني، لأنهم اختطفوا على أساس المذهب الشيعي، ولكن هناك أيضا فتيات سنيات وأطفال سنيين أيضا من التركمان اختطفوا. إن لم نشتريهم نحن فهم سيقومون ببيعهم إلى جهات أخرى، ولدينا معلومات دقيقة أن الفتيات التركمانيات وصلوا إلى شيشان، قد تم بيعهن إلى هذه الدول لأن الدواعش يتعاملون مع هذه الدول.